معنا اتصال الأخ محمد من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك محمد. عندي سؤال لو سمحت. سم تفضل. ما حكم الجهر في الصلاة إذا مثلا لقيت علي ركعة من الصلاة الجهرية، هل الركعة هذه اللي تبقى أجهر فيها ولا ما أجهر؟ ما حكم الجهر في الصلاة يا شيخ؟ يا أخي ما تدركه مع الإمام فهو أول صلاتك، وأما ما تقوم وتأتي به بعده فإنه آخر صلاتك، فلا تجهر في الركعتين الأخيرتين. إذا فاتتك الركعتان الأخيرتان لا تجهر فيهما. نعم.